الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فبإذن الله تعالى في هذا الفصل سنتدارس سوية منهج عقود التمويل. وهذا المنهج ليس بالمنهج الصعب، يعني من المناهج السهلة، وإن كان كثير من الناس يظن أنه صعب لاسمه، يعني يقول عقود التمويل شكلها عقود جديدة لا نعرفها، وحقيقة أنه ليس منهجا صعبا، وذلك لأنها هي عقود كلها عقود معروفة، ليست عقود جديدة على أحد. ستجدون أن عقود التمويل هي عقود بيع التقسيط، هي القرض، بيع المرابح على الأمر بالشراء، عقد التورق، ونحو ذلك من العقود المعروفة. وطريقتنا بإذن الله تعالى في هذا الفصل أننا سنشرح شرحا سهلا يسيرا لأهم المسائل التي ذكرت في عقود التمويل، ثم أتيح المجال للأسئلة، وفي كل لقاء نأخذ من محاضرتين إلى 3 محاضرات. في كل لقاء بإذن الله تعالى سنأخذ من محاضرتين إلى 3 محاضرات. والطريقة بإذن الله تعالى كما ذكرنا شرح يسير، ثم أخذ الأسئلة بإذن الله تعالى. وهذه اللقاءات الحية المباشرة كما لا يخفى عليكم ليس المراد منها أن أشرح كامل المنهج. المنهج كله قريب من 30 محاضرة، والمحاضرة الواحدة 45 دقيقة إلى أو 50 دقيقة أو تزيد، ونحن معنا فقط 11 محاضرة. نمر بها على أهم المسائل ونتيح المجال للأسئلة والأخذ والرد، وبإذن الله تعالى ستكون الأسئلة والمطلوب كله من المحاضرات المسجلة المسموعة والمرئية. وإذا خالف كلامي هنا كلام الدكتور في المحاضرات المسموعة والمرئية فأنتم ستختبرون على ما هناك لا على هذه المحاضرات. فمثلا جاءت مسألة من المسائل وقلت أنا الذي يظهر والله أعلم أنها محرمة، والشيخ في المحاضرات قال أنها مباحة، ثم جاءكم سؤال في الاختبار وقال محرم ولا مباح، تكتبوا مباح، لأن الحضور عندي لا يتجاوز بالكثير 7-8 هم الذين يحضرون هذه اللقاءات، بينما أغلب الطلاب قد يتجاوزون 100 والطالبات إنما يستمعون إلى تلك المحاضرات ويدخلون الاختبار عليها، فالجميع يطالب بالمحاضرات، وهذه اللقاءات لمن أراد حضورها غير إلزامية. هذا أولا. ثانيا، الأسئلة ستكون في المحاضرات المسموعة والمرئية ولو لم أذكر المسألة هنا. يعني أحيانا هناك مسائل لا أذكرها لأجل الوقت، ما أستطيع أن أذكر الجميع، وهذه المسائل ليس معنى أنها محذوفة، لا، كل هذه المسائل قد تأتي في الاختبار. ثالثا، لا يوجد مذكرة يرجع الطلاب والطالبات إليها، ما في مذكرة معتمدة، وهذا الأمر يؤكده دائما التعليم عن بعد، يقولون لا يوجد مذكرات معتمدة، المطلوب الإلزامي هي المحاضرات المسموعة والمرئية، هذه هي المطلوبات الإلزامية. أما المذكرات التي يكتبها بعض الطلاب يفرق فيها المحاضرات، هذه غير معتمدة. إذا كانت 100% مطابقة للمذكور فيعني هي نفس الموجود في المحاضرة المسموعة. إن حصل هناك اختلاف، هذا الاختلاف ليس حجة علي، يقال ليس هذا الكلام موجود في المذكرة وهو موجود في المحاضرات المرئية والمسموعة. إذن هذه تنبيهات قبل أن أشرع بدرس اليوم. في سؤال أو استفسار؟ الأصل أنه اللقاءات هذه يكون فيها عرض باوربوينت، لكن المحاضرة الأولى ما استطعت أن أهيئ لها
شرائح باوربوينت، وباذن الله تعالى من المحاضره الثانيه سنعرض عن طريق الباوربوينت ونشرح ما هو ظاهر بين يدينا. طيب، بعد كل مساله انتهي منها ساعيد، هل هناك سؤال؟ هل هناك استفسار؟ طيب، عقود التمويل. عقود التمويل كما قلت لكم قبل قليل هي عقود معروفة، قد يكون فيها أشياء جديدة كما سيأتي في القروض المتبادلة، كما سيأتي في عقود البي أو تي، وغالبها أشياء ليست جديدة، غالبها أشياء معروفة كلنا نتعامل بها، قروض، تورقات، حسابات جارية، بطاقات ائتمانية، من هذه الأمور، بيع مرابح الآمر بالشراء، الإيجار المنتهية بالتمليك، من هذه الأمور كلها تسمى عقود تمويل. فلماذا سميت بهذا الاسم؟ وما معنى التمويل؟ التمويل لغة مشتق من المال، والمال أوسع من النقود. الآن الناس في عرفهم إذا قيل مال مباشرة ينتقلوا، يعني تنصرف أذهانهم إلى النقود، وليس هذا هو المراد. المال أوسع من النقود بكثير، المال هو كل مباح النفع بلا حاجة، كل شيء يباح أن ينتفع به بلا حاجة هذا يسمى مالا. فالسيارة مثلا مال، والأرض مثلا مال، والبيت مال، وهذه الأمور كلها تعتبر من الأموال. وعقود التمويل سميت بذلك لأن الشخص يعقد هذه العقود يريد بها المال، والتاء هنا للطلب، يريد أن يستمول، أن يطلب المال، هذه هي عقود التمويل. طيب، يأتي أو تقول خولة، ما الفرق بين المال والنقود؟ النقود لا تطلق إلا على ما يكون وسيلة للتبادل، اللي هي الأوراق النقدية، وسيلة للتبادل لا تقصد بعينها وإنما تقصد لقيمتها. فالأوراق النقدية هذه نقود، لكن هل السيارة نقود؟ لا، ليست نقودا، السيارة سلعة. هل الأرض نقود؟ لا، ليست نقودا، الأرض سلعة. النقود هي الأوراق النقدية، أو ما قام مقامها من ذهب وفضة ودنانير ودراهم، وهي ما يكون وسيلة للتبادل، لا تقصد بعينها وإنما تقصد لأجل تبادل قيمتها. بينما الأموال تشمل النقود وتشمل كل ما يباح نفعه، فكل السلع تسمى أموالا. فيقال فلان عنده أموال كثيرة، هل هذا مختص بالنقود؟ لا، الأراضي حقته تسمى أموال، السيارات حقته تسمى أموال، البيوت تسمى أموالا، الكتب تسمى أموالا. فالمال أعم من النقود، فكل نقد مال، وليس كل مال نقد. واضح السؤال يا خولة أو الجواب؟ واضح الجواب يا خولة؟ طيب، إذا تبين ذلك فما هي عقود التمويل؟ عقود التمويل هي العقود التي يراد منها أخذ المال، وهي كل عقد أحد العوضين معجل والآخر مؤجل. كل عقد أحد العوضين معجل والآخر مؤجل. فمثلا القرض تمويل ولا ليس تمويلا؟ القرض تمويل، القرض تمويل، لأنه أدفع لك مال على أنك ترد لي بعد أجل. ثانيا مثلا بيع التقسيط تمويل ولا ليس تمويلا؟ تمويل، أشتري السلعة على أني أدفع النقد مؤجل. السلم تمويل وإلا ليس تمويلا؟ تمويل، أدفع الثمن على أني أخذ السلعة مؤجلة. فالتمويل لا يكون دائما الثمن هو المؤجل، وليس دائما أيضا السلعة هي المؤجلة، أحيانا الثمن هو المؤجل وأحيانا السلعة
هي المؤجلة، يهمنا أن أحد العوضين مؤجل والآخر معجل. فالإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل أيضا، عقود البي أو تي، الاستصناع، الحسابات الجارية سنأخذ أنها قروض حقيقة، كل هذه صور من صور التمويل. إذن هذه تسمى تمويلا وتعتبر صور من صور التمويل، لأن أحد العقدين حال والآو أحد العوضين حال والآخر مؤجل. يأتي السؤال الآن ويقال: هل للتمويل أسماء أخرى غير كلمة تمويل؟ نقول تسمى عقود التمويل، انتهينا منها، أو العقود التمويلية، هل لها أسماء أخرى؟ نقول نعم، العقود التمويلية تسمى عند البنوك بعقود الائتمان أو الائتمان المصرفي، يسمونها عقود الائتمان أو الائتمان المصرفي. لماذا يقولون؟ لأن أحد العوضين قلنا مؤجل، هذا العوض المؤجل لا يرضى العاقد الذي هذا العوض له، لا يرضى أن يتعامل مع شخص يؤجل عوضه إلا إذا كان أمينا، فهو يأتمنه على هذا العوض المؤجل. فمثلا علياء وخولة، علياء تريد أن تقرض خولة 1000 ريال، هذا عقد تمويلي، أقرضك على أن تردي إلي 1000 بعد سنة 1000 ريال. هنا هل يمكن عالية أنها تقرضها 1000 ما لم تأتمنها، ما لم تحس أنها أمينة سترد لها؟ لا تقرضها حتى تأتمنها. أو لنقول مثلا غير القرض، بيع تقسيط، إذا ذهب شخص يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط من شركة للتقسيط، فالشركة تأتمنه لأنه احتمال أنه ما يسدد الأقساط، فلا تبيع عليه السيارة إلا إذا تأكدت وتوثقت من أنه سيسدد جميع الأقساط، بأن يكون شخص مليء، وأن يكون هناك رهن، وأن يكون هناك كفيل، وأن يكون، لأنه في نوع أمانة. فهذه كلها تسمى ائتمان، أن الشركة تأتمن هذا الشخص أنه سيسدد هذه الأموال. ولذا قلت لكم قبل قليل، هي عقود جزء منها مؤجل، المؤجل لا يكون إلا في مقابل الائتمان، أمانة. هل لها اسم ثالث؟ نقول نعم، لها اسم ثالث، وهي العقود أو تسمى بالتسهيلات البنكية، تسمى بالتسهيلات البنكية. وسميت تسهيلات لأن البنك إذا تعاملت معه بالعقود التمويلية يسهل عليك ما يكون في الأصل صعبة ما تستطيع عليه. فأنت مثلا لنقل علياء تريد أن تشتري بيتا، بكم البيت؟ بمليونين. هي ما تملك مليونين الآن، ما تملك مليونين الآن، تروح تتعاقد مع البنك، البنك يشتري البيت ثم يقسطه عليها مليونين وخمسمائة ألف مثلا. فهنا البنك سهل عليها العملية ولا ما سهل؟ البنك سهل عليها العملية، فيسمى هذا تسهيل بنكي، سهل عليك العملية التي ما كان يمكنك أن تقومي بها إلا بصعوبة. تقول علياء: دكتور، زي فكرة البنوك ما تقرض الشخص إلا إذا كان عنده وظيفة بحيث يسحب منه أجرة. نعم، هذا من الاستثاقات التي قلنا، العقود الائتمانية، أن البنك يعني عنده شروط صعبة لأجل أن يقرضك. يقول: أول شيء لابد أن يكون الراتب عنده، أول شيء لابد أن تكوني موظفة، وموظفة أكثر من 6 أشهر، مجرد ما يتوظف الشخص ما يعطونه، لابد أن يتوظف مدة، المدة 6 أشهر مثلا، ولا بد أن يكون الراتب عند البنك. فمثلا أن تريد أن تأخذ تمويل من الرابحي ما يرضى أن يكون راتبك بالإنما، ويكون عندك تعريف بالراتب، ويكون عندك كذا وكذا. كل هذا لماذا؟ لأجل الائتمان. إذا تبين هذا ننتقل للمسألة التي تليها، وهي نريد أن نعرف ما العلاقة بين العقود التمويلية والعقود الأخرى، العقود الأخرى التي قد تلتبس على بعض الناس ويظنون أنها من العقود التمويلية. هنا من العقود المشتهرة عقد الاستثمار أو عقود الاستثمار، مثل عقود الشراكات ونحو ذلك. هل هي نفس العقود التمويلية أو من مسميات العقود التمويلية، أو أن عقود الاستثمار تختلف تماماً عن العقود التمويلية؟ فعقد الاستثمار له صفة غير الصفة التمويلية تماماً،
أو أن بينهما نقاط التقاء ونقاط افتراق، نقول أن العقود الاستثمارية تختلف تماما عن العقود التمويلية، لا اختلاف كبير. أنت يا خولة إذا ذهبت تريدين عقدا تمويليا فإنك تذهبين لأخذ مال وتنفقينه على نفسك، تستنفقينه على نفسك في الغالب تستهلكينه، فالمال في العقود التمويلية غير منمى هذا الأصل، وإنما مستهلك. أنت تذهبين وتروحين تأخذين تمويل عشان تشترين بيت، عشان تشترين سيارة، فهذا غير منمى، إنما هو مستهلك. العقد الاستثماري عكسه تماما، المال فيه ينمى ولا يستهلك. مثلا أنا أذهب ومعي 100,000 ريال أو 500,000 ريال، وأدخل مع زيد مثلا معه 500,000 ريال، أدخل فيها في الأسهم مثلا، أدخل فيها لما أستثمرها في الأسهم حتى أنميها، بدل ما يكون مليون تكون 1,500,000، معي 500,000 ومعه 500,000 ندخل فيها في تجارة، أو معي 1,000,000 ريال أدفعها لزيد وأقول تاجر فيها والأرباح بيننا مضاربة، هذا استثمار ينمى المال. فهنا المال لا يستهلك وإنما المال ينمى، فهو عكس العقد التمويلي تماما. وإن كان حقيقة كثير من العقود التمويلية تكون عقد تمويلي لطرف وعقد استثماري لطرف آخر، هو نفس العقد يكون بالنسبة لأحد الطرفين عقد تمويلي وبالنسبة للطرف الآخر عقد استثماري. فمثلا أنا ذهبت إلى البنك واقترضت منه أو أخذت تمويل منه 500,000 على أني أردها 700,000، بالنسبة لي هذا عقد تمويل ولا استثمار؟ عقد تمويل ولا استثمار؟ تمويل، هذا عقد تمويل، يعني أنا سأخذ 700,000 سأشتري بها شقة مثلا أو نحو ذلك. بالنسبة للبنك تعامله معي على أنه عقد تمويل ولا استثمار؟ 500,000 رجعت له 700,000، يعني نماها ولا نماها؟ نماها، فيكون في حقه عقد استثمار. لكن ما نقول في جهة واحدة عقد تمويل واستثمار، أنا عقد تمويل أخذ النقود لأستهلكها، قد أخذ النقود لأستثمرها، أخذت من البنك 500,000 حتى أدخلها التجارة مثلا، لكن الاستثمار ليس هو ذات عقد التمويل، الاستثمار عقد منفصل أنا أفعله بعد عقد التمويل بهذه النقود، لكن تعاملي مع البنك عقد تمويل، فنفس عقدي مع البنك لا أربح فيه شيء بالعكس أخسر، لكن يكون علي تسهيل بنكي، يكون بالنسبة لي تسهيل بنكي. واضح المسألة؟ طيب نأتي إلى مسمى آخر من أسماء العقود التمويلية، وهي أو مو من الأسماء عذرا من العقود التي لها علاقة بالعقود التمويلية، وهي عقود التجارة. هل عقود التجارة هي عقود التمويل؟ نقول لا، عقد التجارة ما في أي عوض من العوضين مؤجل. الأصل في أن عقود التجارة كل شيء حال، وأن كل واحد من الطرفين يريد أن يتربح في هذه التجارة، فأنا أبيع لأربح في السلعة، والمشتري يشتري ليربح في هذه السلعة أيضا، وهكذا. ولكن كل شيء حال، ما في شيء مؤجل، فهنا هذه تسمى عقود تجارة. يأتي السؤال ويقول ما الفرق بينها وبين العقود التمويلية؟ نقول العقود التمويلية فيها عوض مؤجل لا بد منه، عقود التجارة قد يكون فيها نوع تأجيل، لكن العقود التجارية الأصل فيها الحلول، وهي غالبا استثمارات. العقود التجارية تقول ليه ما تصير استثمار التجارة؟ نعم، ما قلنا أن التجارة ليست استثمارا، الاستثمار جزء من التجارة، الاستثمار جزء من التجارة. نحن ما نقارن بين الاستثمار والتجارة، نحن نقارن بين التمويل والتجارة. فالتجارة كلها حالة، والأصل في التجارة أن تكون للاستثمار، بينما التمويل لا بد أن يكون من جزء مؤجل، وقلنا الأصل فيه لاستهلاك المال. أخيراً نأتي إلى مسألة القرض، ما العلاقة بين الاقتراض والقروض
وبين عقود التمويل. هل القروض هي عين عقود التمويل أو تختلف؟ نقول أن القروض جزء من عقود التمويل وليست عقد تمويل، فبينها وبين التمويل عموم وخصوص مطلق، فالقرض أخص من عقود التمويل، القرض أخص من عقود التمويل. أقول القرض أخص من عقود التمويل، وذلك لأن القرض فيه بذل أحد العوضين وتأجيل العوض الآخر، ولكن عقود التمويل هناك عقود كثيرة تختلف عن هذا القرض. فالإيجار المنتهي بالتمليك تمويل، التورق تمويل، الحسابات الجارية تمويل، البطاقات الائتمانية تمويل، غير ذلك الاستصناع تمويل، السلم تمويل، BOT تمويل، القروض المتبادلة كلها تمويل، فهي كلها داخل في التمويل، والقرض جزء منها، القرض جزء منها. إذن كثير من الناس إذا ذهب للبنك وأخذ تمويل ما يسميه إلا قرضا، يروح للبنك ويتعاقد معه عقد، يقول أنا اقترضت من البنك. ثم تأتي الإشكاليات الكبيرة اللي يقولون أنتم تقولون كل أن هناك بنوك إسلامية وأن البنوك الإسلامية ما تتعامل بالربا، ثم أنا بنفسي ذهبت إلى بنك الراجحي أو إلى بنك البلاد أو إلى إنما وأخذت منهم 100,000 أرجع لهم 120,000، أليس هذا ربا؟ نقول حقيقة أنت تظن أنك اقترضت منهم، هم ما يتعاملون، هذه البنوك ما تقرض، ما في أحد يروح يقترض منهم اقتراض. هذه القروض الحسنة لا تجدها إلا في مثل بعض صور البطاقات الائتمانية اللي يكون دعاية لهم أو ينتفعون منها انتفاع آخر، لكن أنك تذهب إليهم ويعطونك 100,000 على أنك ترجعها لهم 100,000، هم مهم مؤسسة خيرية لأجل أن يقرضوا بهذه الطريقة، هم لم يتعاقدوا معك في الأصل عقد قرض، هم تعاملوا معك عقد تورق ويسمونه تمويلا، ولا يمكن أن يكتبون قرض، يقولون تمويل، لكن يجي العميل يقول أبي قرض، وهم يعرفون وش يبي، هو يبي تمويل، فيحسبون لك العملية التمويلية اللي يحصل فيها بيع وشراء، بيع حال ثم بيع مؤجل ثم من هذه الأمور، يحسبون لك ويعطونك المبلغ الذي تريد وترده أكثر لا عن طريق القرض، ولأنه لو كان قرضا كان محرم بإجماع، بل كان كبيرا من كبائر الذنوب لأنه ربا، وإنما يتعاملون معك عن طريق بعض العقود التمويلية الأخرى كعقد التورق. ففي هذه الحالة لا نقول أن فلان اقترض وخسر أو نحو ذلك، أو اقترض وصار عليه فوائد، وإنما نقول أنه تمول، لأنه لو كان قرضا فإن كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. طيب، في سؤال على ما تقدم؟ هنا عندنا أمر مهم أن ننبه عليه، وهو مصطلح سيمر معنا كثيرا في العقود التمويلية، وهو مصطلح فقهي، وأنتن طالبات اقتصاد ولابد أن تتعلموا بعض المصطلحات الفقهية لأنها ستمر عليكم كثيرا في مثل هذه الدراسات. أوضح مصطلح هو التكييف الفقهي، ويسميه بعض العلماء بالتوصيف الفقهي. ما معنى هذا؟ نقول دائما إذا جاءتنا أي نازلة أو أي مسألة، ما تكييفها الفقهي؟ وهذا غالبا ما يذكر في النوازل، في المسائل المستجدة، لا يذكر في المسائل القديمة، فيقال ما التكييف الفقهي للحساب الجاري؟ ما التكييف الفقهي للتورق؟ ما التكييف الفقهي للاستصناع؟ ما التكييف الفقهي لعقود BOT؟ ما التكييف الفقهي لمثل هذه الأمور؟ معنى التكييف الفقهي هو أننا ننسب المسألة
إلى نظائرها من المسائل عند المتقدمين، فنقول هذه المسألة الحديثة هي في حقيقتها داخلة تحت المسألة الفلانية الكبيرة، هي جزء من ونوع من. فمثلا نأتي إلى الحساب الجاري، الحساب الجاري اللي هي بطاقات السحب الموجودة مع الجميع الحسابات الجارية، نقول صورتها أني أدفع إلى البنك نقود ثم أسترد هذه النقود متى ما شئت. طيب ما التكييف الفقهي؟ هل دفعي للبنك الآن النقود هل هو من باب أني أأتمن البنك أعطيه أمانة ويرجعها لي بعد ذلك، أو أني أقرض البنك ويرد لي القرض بعد ذلك؟ التكييف الفقهي أهم ما في المسألة، لأننا إذا قلنا أنه أمانة، النقود المبذولة للبنك هذه أمانة، فإنه ستنبني أحكام تختلف اختلافا كبيرا عن قولنا أنه قرض. فإذا قلنا أنه قرض لا يجوز أبدا أن انتفع أنا من هذا القرض، لأن كل قرض جرى منفعة فهو ربا، فلا يجوز أني أخذ الهدايا من البنك. بينما لو كانت أمانة هل يجوز أني أخذ هدايا من البنك؟ يجوز أني أخذ هدايا من البنك، ما في إشكال. لو كانت قرضا فإن البنك يجوز له أن ينتفع بها، لأن القرض هو أخذ مال ورد عوض عنه، ليس رد عين المال. بينما الأمانة هل البنك يستطيع أن ينتفع بها وإلا لا يستطيع؟ الأمانات يجوز أن يتصرفوا فيها؟ لا يجوز التصرف في الأمانات. فهذه الأحكام مبنية على ماذا؟ الأحكام مبنية على التكييف الفقهي. نقول ما التوصيف؟ الآن الحساب الجاري هل هو كذا أو هو كذا؟ إذا ذهبنا مثلا إلى البيع مرابحة للآمر بالشراء، أو خلونا من بيع مرابحة للآمر بالشراء، عقود البي أو تي، عقود الإنشاء والتعمير والبيع، هذه العقود هل هي عقود استصناع أو هي عقود إجارة أو هي عقود إجارة منتهية بالتمليك؟ ما حقيقتها حتى نحكم عليها؟ لأننا إذا أعطينا المسألة أي وصف فإننا سنحكم عليها بأحكام هذا الوصف. أي معاملة تأتينا نوصفها توصيف، نكيفها تكييف، نعطيها أحكام المسألة التي رددناها إليه. فمثلا قلنا قبل قليل الحساب الجاري كيفناه بأنه قرض، قلنا الحساب الجاري مو بأمانة حقيقة، أنه قرض كما سيأتي. فبناء على هذا نعطيه أحكام القرض، نعطيه أحكام القرض. التبرق لا نقول أنه قرض، لو قلنا أنه قرض ما جاز التربح فيه، نقول أنه بيع وبيع، بيع حال ثم بيع مؤجل، أو بيع مؤجل ثم بيع حال. وهذا معنى التكييف الفقهي أو التوصيف الفقهي، أن أرد المسألة النازلة إلى ما تدخل فيه من المسائل المتقدمة حتى نعطيها أحكام المسألة المتقدمة التي تدخل فيها هذه النازلة. واضح معنى التكييف الفقهي؟ طيب نأتي الآن إلى ميزات أو مزايا العقود التمويلية، مزايا العقود التمويلية، أو قبل ذلك أهمية العقود التمويلية. ما أهمية العقود التمويلية؟ العقود التمويلية عقود مهمة جدا، يصعب جدا على الأسواق المالية أن تكون خالية من هذه العقود، وذلك لأنها أثر كبير جدا على اقتصاد الدولة وكذلك على حياة الأفراد. فلو كان لا توجد مثل هذه العقود لشق على الناس جدا أن يشتروا بيتا أو أن يشتروا سيارة، أو ما تيسر كثير من السلع الغالية، ما تيسر لكثير من الناس أن يشتروها. فمثلا أنا أريد أن أشتري بيت، أنا مخير إما أني أذهب أقترض من البنك ثم أقترض من صندوق التنمية ثم أبدأ أتورق مع البنك أو من هالطرق هذه فأستطيع أن أحصل على بيت
لأن راتبي مهما بلغ ما أستطيع أن يجمع لي 3 ملايين ريال. 3 ملايين ريال هذه ما تكفيني، ما أستطيع أن أجمع راتب على راتب إلا أني ما أكفي من رواتب شيء وأحتاج إلى 30 سنة قدام، وما أستطيع أن أتملك بيت إلا وأنا على يعني حافة القبر يعني، فلا أستطيع على ذلك، فأذهب وأتعاقد العقود التمويلية لأجل بناء البيوت أو لأجل شراء السيارة. سيارة ب140 ألف وأنا راتبي مثلاً 10 آلاف ريال، كم أحتاج أجمع عشان أشتري هذه السيارة؟ أحتاج إلى سنوات. عندنا شيء اسمه عقد تمويلي، أني أذهب ويقسط علي ب5 سنوات وانتهينا. فهذا أمر مهم جداً. كذلك على مستوى الدولة، الدولة هناك كثير من المشاريع ما تستطيع أن تقوم بها مباشرة، يعني مشاريع كبرى ومصانع وشركات وكذا ما تستطيع، الميزانية ما تكفي لها جميعا، فتتعاقد عقود تمويلية. فمثلا عندنا برج أبراج أو وقف الملك عبد العزيز. وقف الملك عبد العزيز هو في الحقيقة وقف للحرم، والذي أنشأتها القائم في الأصل عليها الدولة، لكن تعاقدت مع شركة بن لادن عقد بي أو تي. الدولة ما دفعت فيه قرشا واحدا على ضخامة المشروع، ما دفعت فيه قرشا واحدا، وإنما الأرض للدولة فقط، وقام المشروع على ذلك عن طريق مثل هذه العقود التي يكون العقد بين الدولة وبين الشركة، أن الشركة هي تنشئ المشروع بأرض للدولة ثم تستفيد من المشروع مدة 20 سنة مثلا، بحيث أنها تسترد كامل ما أنفقته وربح معلوم، ثم بعد ذلك يرجع المشروع تلقائيا للدولة، يكون ملك لمن؟ يكون ملكا للدولة مباشرة، ما دفعت فيه الدولة ريالا. فهذا عقد سيأتينا بإذن الله تعالى توصيفه. فكثير من المشاريع تبنى بهذه الطريقة، بما يسمى بعقود الامتياز. إذن له أثر كبير جدا على حياة الناس، ويلبي احتياجات الناس الفردية، وكذلك يلبي الاحتياجات الكبرى. يأتي سؤال هنا، ما حكم الدخول في مثل هذه العقود؟ ما حكم أن يدخل الناس، الشخص يدخل في قرض مثلا، شخص يدخل في قرض مثلا، أو يدخل في عقد تورق أو أي عقد من هذه العقود، ما حكم أن يدخلها؟ نقول هناك عقود محرمة لا يجوز دخولها أبدا، وهناك عقود جائزة. فإذا أراد الشخص أن يدخل عقدا تمويليا جائزا، يعني أصل العقد جائز، ويريد الشخص أن يدخله كقرض مثلا أو كتورق مثلا أو نحو ذلك من هذه العقود، فالأصل في دخول هذه إن كان محتاجا أنه يجوز، ولكن الجواز بشرطين، الجواز بلا كراهة يكون بشرطين. الشرط الأول أن يكون محتاج لدخول مثل هذه العقود حتى لا يتعلق عقد بذمته يخشى أنه لا يستطيع أن يسدده. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه يستطيع سداد هذه الديون وهذه العقود، يغلب على ظنه أنه يستطيع السداد. فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يسدد، اقترض وغالب ظنه أنه ما يقدر يسدد، فلا يجوز له هذا القرض ويأثم على ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. أما إذا اختل الشرط الأول وهو الحاجة فلا نقول أنه لا يجوز، وإنما نقول أنه مكروه. الذي يقترض بلا حاجة وإن كان يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يسدد فهذا مكروه. لماذا مكروه؟ لاحتمال أنك ما تستطيع أن تسدد،
أليس هذا الأمر محتمل؟ وأنت غير محتاج، أنت غير محتاج له. اعتماد تخسر في تجارة، يجتاح مالك جائحة، تحصل إشكالية كبيرة فلا تستطيع أن تسدد القرض، وقد تراكمت هذه القروض عليك وأفلست من الأمور هذه، فهنا نقول يكره لك أن تقترض لأنك غير محتاج. أما إن اختل الشرط الثاني وهو أنه يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يسدد، فهل نقول يكره ولا يحرم؟ نقول يكره ولا يحرم؟ نقول يحرم، ما نقول يكره، نقول يحرم. لماذا؟ لأنه أخذها يريد إتلافها. ومن المعلوم أن الشهيد الذي يقتل في المعركة يغفر له كل شيء إلا ماذا؟ يغفر له كل شيء إلا ماذا؟ إلا الدين، يعني الكبائر والذنوب الكبيرة كل هذه تغفر إلا موضوع الدين، هذا ما يغفر لعظمة هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، ولأن هذه الحقوق حقوق آدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. أخيرا، إذا اجتمع الشرطان الأول الحاجة والثاني غلبة الظن على الأداء، فإننا نقول يجوز هنا القرض بلا كراهة، يجوز القرض بلا كراهة. ليش بلا كراهة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترض، وهل يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا مكروها؟ هل يمكن أنه يفعل شيء مكروه؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أن يفعل شيء مكروه، فنقول يجوز بلا كراهة. نأتي للمسألة التي تليها ونختم بها درس اليوم، وهي خصائص عقود التمويل. لعقود التمويل عدة خصائص، الخصيصة الأولى أنها عقود زمانية، ومعنى العقد الزماني أنه عقد لا يبدأ وينتهي في وقته، وإنما يبدأ ثم يطول الأمر فيه وينتهي بعد مدة زمنية. فلو كان العقد عقد مباشر ما صار عقد تمويليا، إني أبيع وأشتري الآن مباشرة ما صار عقد تمويليا، لا يوجد شيء مؤجل، هذا ليس عقد تمويليا. العقود التمويلية عقود زمنية، المال يكون في أحد عوضين مؤجل. والخصيصة الثانية لا تخرج عن الخصيصة الأولى، وهي أنها عقود مؤجلة لا بد فيها من تأجيل إما العوض أو السلعة. الخصيصة الثالثة أن العقود هذه مبنية على الثقة والاطمئنان فيما بين الطرفين، كما ذكرنا أنها تسمى عقود ائتمانية، لا يمكن للعاقد أن يقبل العقد مع الطرف الآخر صاحب المؤجل الذي سيأتي المال مؤجل إلا إذا وثق في الطرف الآخر. والثقة هذه إما أن تكون لمعرفة شخصية بينهما، يأتيني شخص ما مثلا صديقي عزيز علي ويقول أريد أن أقترض منك، فأنا أعرفه وهو ثقة عندي فأقرضه، أو لمعرفة ملاءته، يعني جاءني مثلا شخص تاجر جدا أنا أعرف أنه مليء وأنه لو رفض الأداء أقدر أجيب الحق غصب عنه، فهذا أيضا يدفع الشخص أن يتعامل معه بالعقود التمويلية. أو يكون ما يفعل حاليا عند البنوك، قضية أنه لا بد أن يكون الراتب عنده، أو ما كان يفعل سابقا في وبعضها إلى الآن في شركات التقسيط، اللي هي مسألة أن العقد أو أن الشركة تطالب برهن أو تطالب مثلا بكفيل غارم أو كفيل حضوري ونحو ذلك، كل هذا لأجل أن توجد الثقة في العقود التمويلية. فإذا لم توجد الثقة فلا ينعقد العقد التمويلي، أو لا
يبادر الشخص بالعقود التمويلية. الخصيصة التي تليها أنها عقود مخاطرة، فيها نوع مخاطرة هذه العقود، فاحتمال أن الشخص المتمول الذي أخذ النقود ليردها في احتمال كبير أنه لا يرد مثل هذه النقود، إما لأجل أنه ما عنده أنه ما عنده نقود، أو لأجل أنه مماطل أو نحو ذلك. فيوجد مخاطرة، وهذه المخاطرة البنوك وغيرهم يحرصون جدا على أنهم يتلافونها في الأمور التي ذكرناها قبل قليل، الأمور التي ذكرناها قبل قليل. طيب، في سؤال؟ في سؤال؟ الحمد لله. إذا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي نقطة عن المحاضرة المرئية، لا يوجد وقت لمشاهدتها. كيف ما يوجد وقت لمشاهدتها؟ هذه المحاضرات المسموعة والمرئية يستطيع الشخص أن يراها وأن يسمعها في كل وقت، ويستطيع أن يختصرها عن طريق التسريع، ضرب اثنين، هذه يسرع مرتين، فيستمع للمحاضرة لمدتها 45 دقيقة، يستمع لها في ثلث ساعة وهو ذاهب وهو راجع. يستمع لي. لا، ما تكتفون، ولا يفيدكم اللقاء الحضوري. اللقاء الحضوري يشرح قريبا من ثلث المادة فقط، اللقاء الحضوري ما يشرح المادة كاملة، وإنما أصلا عقدت هذه اللقاءات الحضورية لأجل أسئلتكم في المحاضرات المرئية. يعني تستمعين للمحاضرة المرئية ثم تأتين وتسألين هنا، واللي ما يريد أن يحضر لا يحضر، الذي لا يريد أن يحضر لا يحضر. هذه يسمى لقاءات حية مباشرة لأجل الأسئلة. أنا أحاول أن أشرح المنهج باختصار للتسهيل كما رأيتم اليوم، أحاول أن أسهل عليكم بحيث أن غالب المسائل تمر عليكم، وهذا الأمر غير مطلوب مني. التعليم عن بعد يقولون اكتفي بمسألة واحدة تشرحها في المحاضرة إلى مسألتين فقط. التعليم عن بعد يقولون لي هذا من سنين، ولكن أنا أرى أننا نجتمع وغالب الطلاب ما عندهم أسئلة، أفيدهم أني أختصر لهم، ولكن مهما حاولت أن أختصر لا أستطيع أن أمر على جميع المسائل. فأختصر لكم بحيث أن المسائل تكون قريبة جدا من ذهنكم، وإذا استمعت ب 12 محاضرة يكون فيها ملخص لل 30 محاضرة، ويكون هناك مجال لأسئلتكم وللمناقشة كما ترون اليوم. ولكن ما أستطيع أني أعطيكم كامل ما في هذه اللقاءات، أعطيكم ما في 30 لقاء، فلا يغني ابدا اللقاءات هذه لا تغني عن المحاضرات المرئيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.